بسم الله الرحمن الرحيم. الغوطة الشرقية تتعرض للقصف منذ الصباح الباكر. الخميس، تصاعد سحب الدخان من عدة أماكن جراء القصف. يظن أنه قصف بالهاون. عدة أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الغوطة الشرقية. تعرض أراضي الغوطة الشرقية للقصف. قصف عشوائي لا يستثني بيتا ولا شجرا ولا حجرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلينظر العالم إلى وحشية النظام الأسدي الوحشي. هذه منطقة فيها بيوت مدنيين لا دخل لهم بالسلاح ولا بالقتال. لماذا يقصفون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. على نظام مجرم وعلى نظام عالمي متخاذل، غوطة دمشق الغناء لوثتها يد الظلم السوداء. هذه سحائب الظلم تتصاعد في سماء الغوطة الشرقية.